كان يا مكان، كان في زمان اتنين صحاب اسمهم خالد وأمجد. خالد وأمجد كانوا خارجين مع بعض وماشيين في طريقهم رايحين يتفسحوا في الحديقة العامة اللي في القرية بتاعتهم. وهم ماشيين في الطريق لقوا شوية أحجار كبيرة مرمية وسط الرصيف اللي كانوا ماشيين عليه. أم خالد راح ناحية الأحجار دي ووطى وبدأ يشيلها بإيده. ونقل خالد الأحجار كلها جنب الجدار بعيد عن طريق الناس اللي ماشية على الرصيف. وساعتها صاحبه أمجد كان واقف جنبه وبيبصله باستغراب. وبعدين رجع خالد وأمجد يكملوا طريقهم مع بعض. وبعد شوية شاف خالد راجل كبير أعمى ماسك عصايته وعايز يعدي الشارع، لكن مش عارف يعدي من زحمة العربيات. أما على طول خالد راح للراجل وقال له بأدب: تسمح لي يا عمو أساعدك تعدي الشارع؟ رد عليه الراجل وقال له: اتفضل يا ابني بكل سرور. ومد الراجل ايده لخالد علشان يمسكها. وبدأ خالد يشاور للعربيات علشان تقف، وعدى الشارع مع الراجل وهو ماسك ايده يساعده لحد لما وصلوا للجهة التانية من الطريق. وبعدين سأله: تحب اوصلك لمكان تاني يا عمو؟ شكر الراجل خالد وقال له: جزاك الله خيرا يا ابني، انا ساكن هنا في العمارة دي. ولما رجع خالد لصاحبه امجد بصله امجد وسأله: هو انت تعرف الراجل ده؟ رد عليه خالد وقال له: لا، لكن احنا لازم نقدم المساعدة لأي حد محتاجها طالما اننا نقدر نساعده. وكمل خالد وأمجد طريقهم. وبعد شوية نده عليه طفل صغير وسأله: لو سمحتوا، حد فيكم يعرف الطريق للمكتبة العامة؟ رد عليه خالد وقال له: أنا أعرفه طبعا، أصلي بستعيد منها كتاب كل أسبوع وبحب أروح هناك كتير أقرأ الكتب الجميلة اللي فيها. وشاور خالد للولد وقال له: شايف الشارع ده؟ هتلاقي المكتبة هناك في نهايته. رد الولد على خالد وقال له: شكرا لمساعدتك ليا. ورد عليه خالد وقال له: العفو. بص أمجد لصاحبه خالد بإعجاب وقال له: قد إيه أنت إنسان رائع يا خالد، بتساعد كل اللي محتاج مساعدتك من غير ما تتردد حتى لو كنت ما تعرفوش. وأنا أوعدك يا صاحبي إني من النهاردة هعمل زيك وهساعد أي حد محتاج مساعدة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.